أكد قادة قوى الحرية والتغيير في السودان أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا بجهود أبناء السودان وحدهم، كما شددوا على تضامنهم مع الجيش باعتباره ممثلا لسيادة السودان وقادرا على إعادة البلاد إلى بر الأمان. وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير السودانية جعفر الصادق المرغني خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة تحت عنوان نحو حل وطني شامل وبشراكة حقيقية لإعلان خارطة طريق لحل المشكلات السودانية، إن الأوضاع الحالية في السودان وصلت إلى أوضاع صعبة للغاية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ودعا المرغني إلى توحيد الجبهة المدنية السودانية عبر الدخول في محادثات جادة تنقل البلاد من حالة لا دولة إلى الدولة المستقرة الآمنة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار بشكل كامل وتكوين حكومة تصريف أعمال تدير الدولة في هذه الظروف الصعبة ورفع المعاناة عن أبناء الوطن. بدوره قال رئيس الحراك الوطني في قوى الحرية والتغيير الدكتور التيجاني السيسي إن قوى الحرية والتغيير السودانية عقدت في القاهرة ورشة عمل قبل أشهر قليلة تناولت فيها قضايا الوطن، وقد تم التوافق خلالها على خريطة طريق ووثيقة لإنقاذ الوطن. ووجه الدكتور تيجاني السيسي رئيس الحراك الوطني السوداني خالص الشكر إلى جمهورية مصر العربية وحكومتها على استضافتها لجموع السودانيين الذين هربوا من آثار الحرب في بلادهم، كما قدم الشكر لدولة تشاد التي استضافت النازحين من إقليم دارفور. وأشار رئيس الحراك الوطني السوداني إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو بناء إطار وطني لقيادة القوى السياسية لعقد حوار وطني شفاف، وأكد أنه تم عقد ورشة عمل في القاهرة حيث تمت مناقشة قضايا الوطن السوداني والتحديات التي واجهته منذ استقلاله، وتم التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق ووثيقة لإنقاذ الوطن والتعامل مع التحديات الراهنة. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الأمة السوداني عضو قوى الحرية والتغيير محمد عبد الكريم ضرورة التخلي عن الحيادية في الحرب الدائرة في السودان، ودعا عبد الكريم إلى تكوين حكومة كفاءات وتوحيد كل القوى السياسية وأن تنخرط في حوار جاد حتى نفوت الفرصة على المتربصين وحتى لا تذهب الأوضاع إلى ما هو أسوأ. وفي إشارة إلى الدعم الذي قدمته مصر للشعب السوداني في ظل المحنة الكبيرة التي يواجهها أعرب نائب رئيس حزب الأمة السوداني محمد عوض كريم عن تقديره لقيادة وحكومة مصر وشعبها على جهودهم الإيجابية في مساعدة السودان في حلحلة هذه المشكلة.